إذن لا لازم تزود الشبكة بتاعتك سواء لنقل الركاب أو البضاعة. البضاعة إحنا بنشيل 1% من حجم البضاعة في مصر، المفروض الطبيعي نشيل 25%. طب إحنا عايزين نوصل 25، عايزين نوصل في 2024 نوصل ل 5%. طب عشان توصل ل 5% وتوصل ل 1.5 مليون راكب، 5% من البضاعة 1.5 مليون راكب، أنت عايز على الأقل شبكة، يعني نقول إيه، مرة ونص اللي موجودة. طب انا مره ونص اللي موجوده مش هقدر اعملها، طب انا ممكن بقى ادور على وسيله اخرى متطوره واسرع واقوى، ومع لو انا ما عملتش 50% من الموجوده 5000 كيلو، لو انا عملت بس 2000 كيلو. احنا خططنا الشبكه عشان تبقى عارف اخر رقم بنتكلم فيه النهارده بعد التخطيط على الارض، لان في ناس تقول ايه هنعمل 1000 هنعمل 2000 هنعمل 3. هقول لحضرتك قصه ال 1000 جت منين وال 360 مليار جت منين، هقول لحضرتك كل الكلام ده ان شاء الله. فكان لازم بسرعه نعمل القطار الكهرباء. القطار الكهرباء قطار سريع، قطار بيشيل اكتر، قطار كهرباء طبعا، قطار كهرباء لا يلوث البيئه، اقتصادي. نمشي بقى، الناس عماله تقول لي انت عامل قطر بيجري في الجبل. ايوه، ما لازم اجري في الجبل، ما لازم اجري في الجبل عشان اوصل الى منطقه زي 6 اكتوبر. منطقه 6 اكتوبر الجبل مش جبل، منطقه صناعيه ومنطقه سكانيه رهيبه جدا، العاصمه الاداريه الجديده لازم اوصل لها، منطقه واعده والقاهره الجديده واعده طب اسكندريه، كل ده انا هعدي فيه بالقطار السريع. ولكن عشان امشي اوصل، مش هقدر امشي في الوادي الضيق وانزع ملكيه اراضي وبيوت ومباني ودنيا ونخش مشاكل، لازم اجي من السخنه في الجبل اوصل العاصمه الاداريه الجديده، ثم امشي تاني في الجبل اوصل القاهره الجديده، ثم امشي من الجبل اوصل حلوان و15 مايو، ثم امشي من الجبل واوصل 6 اكتوبر، اعدي النيل واوصل 6 اكتوبر، ثم امشي من الجبل واوصل السادات والنوبريه وبرج العرب، ثم اوصل امشي من الجبل واوصل ليمين اسكندريه، اوصل شمال العلمين الجديد ومطروح. الواحد ليه طالع بيقول لك انتوا بتعملوا المشروع الصح في المكان الخطا وفي التوقيت الخطا. مكان خطا ايه يا عم؟ يقول لك انتوا ماشيين في الجبل. ما هو انا لو مش همشي في الجبل اولا مش هوصل لده بسهوله، الحاجه الثانيه مش هنام الجبل. ما انا هو المطلوب اساسا ان نخدم الكيانات الحاليه السكانيه الحاليه، واخدم بقى الكيانات السكانيه الجديده، المدن الجديده ومظاهر التنميه الشامله الجديده، من مواني لمصانع لمناطق زراعيه جديده. ما لازم اروح للمناطق الجديده عشان اخلق وادي موازي للوادي. لما الاقي النهارده القطر السخنه القاهره اسكندريه العلمين مطروح ماشي في مناطق رابط مدن رئيسيه، رابط مصر كلها ببعضها ورابط مواني ببعضها ورابط مناطق صناعيه ببعضها. طب لما اجي النهارده اعمل الشبكه الخط الثاني من 6 اكتوبر يربط مع الخط الاولاني ويربط مع 6 اكتوبر ومع المونريل الى اسوان غرب النيل، يبقى انا عندي محور النيل وادي النيل، ثم اجي موازي ليه تقريبا على بعد من 15 ل 20 كيلو بعض المناطق، 10 15 20 كيلو، اعمل خط تاني سريع. يبقى انا مش كنا زمان بنسمع ان الدكتور فاروق الباز ربنا يديله الصحه وطوله العمر بيقول لازم نعمل وادي تاني موازي لوادي النيل؟ طب ما احنا بنعمل وادي موازي لوادي النيل اهو بطريق صعيد غربي بنطوره الى سكك حديد كهرباء جديده بنطورها، نخدم بقى كل محافظات الصعيد دي ونربطها بالوجه البحري. نيجي تاني عندنا الغردقه منطقه سياحيه واعده وسفاجه فيها مينا عالمي، نربط الغردقه وسفاجه بالاقصر برضو السياحه، ثم هنا ثم من هنا لابو طرطور حيث الفوسفات، شبكه جديده تضيف ركاب جديده تضيف قدره على نقل بضاعه جديده عشان نوصل في 2024 الى ان شاء الله 1.5 مليون راكب زائد 5% من حجم البضاعه اللي احنا هننقلها. خططنا الاول قلنا تقريبا هنبدا ب 460 كيلو الخط الاول، فجينا لقينا طبعا ده وانا بقول كلامه مش نفاق عشان ما حدش يقول لك عمال يقول الرئيس وانا بعرض على سياده الرئيس، قال لي طب وانت ده الخط الواحد؟ قلت له يا فندم ده ليه مرحله، قال لي انت عارف انا ما عنديش مراحل. المرحلة الثانية ايه؟ قلت له 6 اكتوبر اسوان، قال له المرحلة الثالثة، قلت له غردقة سفاجة الاقصر عشان اربط مع ابو الطرطور، قال لي كله مرحلة واحدة، ما عنديش مرحلة، أنا طبعا كله مرحلة واحدة، أنا كوزير مخطط لنفسي واعتمادات مالية تعمل مرحلة اللي هي الخط الأول. صحيح. قال لي مالكش دعوة بالفلوس، الفلوس اللي أنت عايزها أنا هدبرها لك هوفرها لك، بس أنا عايز الشبكة دي كلها، مش أنت كده كده هتعملها؟ قلت له أيوه. قال لي مش أنت عايز توصل ل 2024 يبقى عندك وعندك؟ قلت له أيوه. قال لي خش فيها مره واحده. طب يا فندم ايه؟ بدانا نتفاوض مع طرحنا وجبنا شركات عالميه وتفاوضنا معاها في الاخر رسي المزارع، عشان ما اقولش لحضرتك زي ما السيد الرئيس قال، شركه قالت 19 مليار دولار وشركه قالت 9 مليار دولار
احنا كنا حاطين لنفسنا سعر تقديري تقريبا ما بين 9 ل 8.5 للخط الاول. للخط الاول خط واحد. جبنا احسن الشركات العالميه اللي كانت داخله معانا في المناقصه وبدانا نتفاوض معاها وجها لوجه. وصلنا بالخط الاول اللي هو 460 كيلو الى 6 مليار. 3 مليار لشركه سيمنز اللي هي الشركه العالميه الاولى في العالم اللي هي عملت تجربه هايله في مصر في رفع كفاءه قدرات مصر لتوليد الكهرباء. نكرر معاها ان شاء الله باذن الله برضه مشروع كبير وهام جدا لانشاء شبكه طرق او سكك حديديه سريعه لقطار الكهرباء السريع في مصر ان شاء الله. طيب بدات 460 بقوا 660 لما قلنا بدل ما نوصل للعالمين. طب ما انا كده عند مرحله العالمين مطروح. طب ما نكمل بقى لحد مطروح بقى هنعدي بقى على الضبعه وما ادراك ما الضبعه واللي هيتم في الضبعه راس الحكمه واللي هيتم في راس الحكمه الجديده المناطق كلها العالمين الجديده حتى مطروح وميناء جرجوب الميناء البحري الدولي ان شاء الله اللي في غرب مطروح بحوالي 40 كيلو.